بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتقوى الله سبحانه وتعالى وخوفه سبب لوراثة الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فخوف مقام الله عز وجل على عبده بالمراقبة والاطلاع، وخوف مقامه عليه بالحساب يوم القيامة، وخوف مقام العبد بين يدي ربه عز وجل يسأله عن الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير، هو سبب لإسكان المؤمنين الأرض. فالله عز وجل يجعل العاقبة لهم. قال سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهناك ارتباط وثيق بين حال المؤمنين مع الله سبحانه وتعالى وبين ما يقع لهم في الأرض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وعلى أهل الإيمان دائما أن يكونوا ثابتين على الحق وعلى ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقولون باطلا ولا يعتقدونه ولا يفعلونه. وأما ما يكلفون به من التمكين للدين في الأرض فبحسب القدرة والاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم.
صلى الله على نبينا، كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل بمكة ويرى أصحابه يضطهدون ويعذبون، وتشوه صورة الدعوة أعظم تشويه، حتى لقد ظل الناس يأبون القدوم عليه، حتى يقول له أحد صحابته: لقد جئتك يا رسول الله بعدما أقسمت عدد أصابعي ألا أتيك. ويقول أحدهم أيضا وقد أتى في وفد، يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض إنسان إلينا أن ندخل عليه، فخرجنا من عنده وهو أحب إنسان إلينا ندخل عليه. لا يريدون الخروج عنه عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأنه كانت الصورة مشوهة، وكان الكفار يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعملون الدعاية المضادة لتنفير الناس عنه. ولكن كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم ووضوح دعوته وثباته عليه الصلاة والسلام وصدقه وإخلاصه ويقينه بوعد الله سبحانه وتعالى وكمال توكله عليه، كان ذلك بتوفيق الله سببا في أن تقبل القلوب عليه وأن ينتشر النور الذي جاء به. وما زال النور يصل إلينا، فهو السراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كان خلقه العظيم الذي وصفه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، سببا أساسيا في إقبال قلوب الناس على هذا الدين. فلنعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي السبيل الأكيد لتغيير صورة الناس عن الالتزام الصادق بالإسلام. وهذه الدعوة تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام ونبذ الشرك بكل صوره وأنواعه. وبدون دعوة التوحيد لا تكون الدعوة إلى الله عز وجل دعوة إليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ليس من المشركين في الربوبية ولا في الألوهية ولا في أسماء الله وصفاته، كالملحدين الذين ينفون صفات الرب، أو الذين يشبهون الرب بخلقه، أو يشبهون الخلق بالله عز وجل ويصفونهم بصفات الربوبية والألوهية. لا يشرك في الربوبية فلا يجعل مع الله عز وجل ندا في الخلق والرزق والضر والنفع، ولا يجعل مع الله عز وجل ندا في الملك، ولا يجعل مع الله عز وجل ندا في الأمر والنهي والتشريع والحكم. وأما في عبادته فلا يصرف لغير الله عبادة، إنما يوحد الله عز وجل كما يركع له وحده ويسجد له وحده، فهو يدعوه وحده ويستعين به وحده ويتوكل عليه وحده ويرجوه وحده ويخافه وحده، ويتحاكم إلى شرعه دون ما خالف حكمه وشرعه في كل شؤون حياته، في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته. هذه الدعوة إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي علما. لا بد أن نتعلم هذا التوحيد وهذا الاتباع، وليس مجرد رفع شعار يصبح بعد ذلك مضمونا فارغا. إذا واجه الناس فوجئوا بأنه ليس له حقيقة. ثم لا بد من وسيلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما أمر: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لابد من خلق حسن، لابد من صدق يجبر الناس على معرفته من أهل الإيمان. تأمل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الصدق والأمانة، جعل ذلك المشركين لا يستطيعون حتى رغم كل مخالفتهم له إلا أن يشهدوا له بأنه الصادق الأمين. قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقولون عنه بالافتراء أنه كذاب وساحر وغير ذلك، ومع ذلك في أنفسهم لا يملكون إلا تصديقه. كيف بني هذا الأمر في نفوسهم؟ بني عبر سنوات طويلة لا يعرف عنه كذبة. إذا قارنت هذا وما يقع من الكثيرين ممن ينتسب إلى الدين وإلى الدعوة كذلك وإلى العمل الإسلامي، وجدت خطرا كبيرا حين لا يجد الناس صدقا ولا يجدون أمانة. لابد وأن نكون صادقين ونؤدي الأمانة ونعدل وننصف مع الخصوم، لا يكون فينا أي خصلة من خصال النفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الخلق الحسن بالصبر وتحمل الأذى. فالدعوة إلى الله لابد فيها من علم قبلها وحلم معها وصبر بعدها. علم وحلم وصبر، بهذا تصل الدعوة إلى القلوب. علم حتى تضع الأشياء في مواضعها وترتب الأولويات كما وردت في دعوة الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودراية بالواقع حتى لا تستعمل واجب مرحلة في مرحلة غيرها فتفسد فسادا عظيما. ولا يكون هذا واجبا ربما ولا مشروعا. فموسى صلى الله عليه وآله وسلم حين قتل النفس التي لم يؤمر بقتلها وهي نفس كافر ومعتد في الحقيقة، هو وقومه على بني إسرائيل، أذاقوهم ألوان العذاب، ذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، ومع ذلك كان الواجب تكوين شيعة لموسى صلى الله عليه وسلم يربيهم ويعلمهم دين الله. قال سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟
إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. رجل كافر معتد كان قتله سببا لتوقف دعوة موسى صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل وفي أرض مصر 10 سنين، وقدر الله عز وجل ذلك لمصلحة وحكمة بالغة هو يعلمها، ولكن انظر إلى محاسبة موسى لنفسه، هل لأجل أن الرجل كان كافرا كان قتله بأمر من الرحمن؟ حاسب موسى نفسه فوجد أن هذا كان من عمل الشيطان. كثير من الناس لا يفقه هذه المسألة، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين يريد إضلال أهل الإسلام والإيمان، يريد إيقاف دعوتهم، يريد صد الناس عنهم، يريد أن يوصفوا بالجبابرة لأنهم يقتلون النفوس، لأنهم يزهقون الأرواح. وهكذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك عنه فيصد الناس عن دين الله. قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فإذا رجل هو في الحقيقة من المنافقين بلا شك قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل وإنا لله وإنا إليه راجعون، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ قال أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. نعم، خاب وخسر من يتبع من لا يتقي الله ويعتقد نبوته، ومن لا يعدل في قسمه خاب وخسر من يتبع من يعتقده نبيا وهو في نفس الوقت يفعل ذلك. استأذنه بعض أصحابه، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام أليس يصلي؟ قيل بلى ولا صلاة له، قال نهيت عن قتل المصلين من أجل هذه المفسدة الخطيرة، أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أن المسلمين جبابرة يفسدون في الأرض. كهكذا اعترف الإسرائيلي بما وقع مما لم يشهده غيره وغير موسى، فقال يا موسى أتريد أن تقتلني؟ هذا كلام الإسرائيلي، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. سبحان الله، انقلب واعظا بعد أن كان مستغيثا ثم مستصرخا، وهو غوي مبين، وكان الفعل من عمل الشيطان، وكان ظلما استغفر موسى منه وسماه بعد أن آتاه الله حكما وجعله من المرسلين، سماه ضلالا فقال فعلتها إذا وأنا من الضالين. لذلك لا بد أن نفقه هذه المسألة جيدا، لأن صورة الداعي إلى الله عز وجل لدى الناس ليست رياء ولا سمعة، ولكنها تعكس حقيقة هذه الدعوة، وتؤثر تأثيرا خطيرا في نفوس الخلق. أترون أهل الأمصار المفتوحة في العراق والشام ومصر وإفريقيا التي فتحها المسلمون، فتحها الصحابة رضي الله عنهم، دخلوا الإسلام عندما أذلهم المسلمون وقهروهم وساموهم سوء العذاب، أم دخلوا الإسلام طواعية مختارين بحسن خلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسن معاملتهم؟ حتى قال النصارى في الشام لهؤلاء خير من الحواريين الذين صحبوا عيسى صلى الله عليه وسلم.
دخل الناس في الإسلام بأخلاق الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ودخلت أمم هي الآن من أكثر الأمم عددا في المسلمين بأخلاق تجار المسلمين ووفائهم بعهودهم وعدم غشهم حتى في معاملة الكفار. من غش فليس منا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أندونيسيا وما حولها من البلاد في شرق آسيا لم يدخلها المسلمون بالسلاح، وإنما دخلوها بالدعوة والسلوك الطيب. وحتى البلاد التي دخلوها بالسلاح قهروا فيها الطواغيت، ثم بينوا للناس حسن الخلق، ثم خالطوا الناس فدخل الناس في الدين مختارين، وثبت الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى في قلوبهم وأوطانهم إلى يومنا هذا. ولذلك تجد عجبا البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون بلاد الإسلام لا يزول منها ولو تعرض المسلمون لما تعرضوا له. وتأمل البلاد التي فتحها المتأخرون سرعان ما زال عنها أمر المسلمين بمجرد ضعف قوتهم. فتخيل أن صربيا ويوغوسلافيا بأسرها والجبل الأسود، أجزاء من النمسا، موسكو كانت تؤدي الجزية لخليفة المسلمين. ولكن عندما لم تكن أخلاق المسلمين كأخلاق الصحابة رضي الله عنهم، ما أن ضعف المسلمون حتى انقلب أهل البلاد على الإسلام وعلى المسلمين إلا من رحم الله. لذلك نقول الدعوة إلى الله عز وجل وترتيب الأولويات في العمل من أعظم ضرورات مرحلتنا هذه وأمتنا في جراحها وآلامها. لا بد أن تجد من يضمد هذه الجراح، لا بد أن تجد من يحسن الظن بالناس ويحسن معاملتهم ويحسن الرفق بهم ويحسن الرحمة. لا بد من التراحم. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. تعجب إذا علمت أنها من السور المكية. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالأوامر التي فيها رفق ورحمة، يعلم الناس حقيقة هذه الشريعة وهم مستضعفون في مكة، ومع ذلك فيأمر بالتراحم. فك رقبة، اعتاق رقيق مسكين تحت قهر العبودية للبشر، يعتق أو يشارك في عتقه حتى يتفرغ لعبادة الله، أو إطعام جائع في يوم جوع فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي جوع مجاعة، فقيرا ذا يتيما ذا مقربة، فيه رعاية حق اليتيم ورعاية ذوي القرابة صلة الرحم، أو مسكينا ذا متربة التصق بالتراب فقرا، رعاية هؤلاء الذين لا يشعر بهم الكثيرون وتكبر عليهم المتكبرون وتقسو قلوب الطغاة فلا يعبؤون بآلام هؤلاء. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. مجادلة بالباطل وخصومة بالباطل، ويضحكون ويستهزئون والناس في جوع
وألم لا يعبأ بهم أحد. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيبعث بإطعام المسكين ذي المتربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة التراحم الذي حين ينشر بين الناس يمنع إزهاق الأرواح ويمنع سفك الدماء ويمنع جرح الأبدان ويمنع تدمير الأموال، لأنك تريد نشر الرحمة، تريد نشر هذه الشريعة. ترون عباد الله، دعوتنا إلى شرع الله سبحانه وتعالى إنما هي رغبة في رحمة البشر، رغبة في أن يرحموا بما وجدنا أثره من رحمة الله بنا في هذه الشريعة، في هذه العقيدة، في هذه العبادة، في هذه المعاملات، في هذه الأخلاق، في هذه النظم التي تصبغ حياة الناس بصبغة الله، التي هي أحسن صبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وجدنا أثر هذه الرحمة حتى لو غابت كل أنواع لذات الحياة الدنيا، يجد الإنسان أثر الرحمة يسعد بها وهو جائع وهو أسير وحتى وهو معذب، يجد أثر الرحمة تنزل في قلبه ويشعر بها، لذلك يحب أن يرحم الخلق بها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجد المؤمنون فرحا بالقرآن العظيم، فضل الله ورحمته بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأحبوا أن ينتشر ذلك في البشر. ورغم أذية البشر لهم لكنهم ناصحون لهم، غير غاشين لهم، لا يريدون إذلالهم ولا يريدون قهرهم لغير الله عز وجل الواحد القهار، لا يريدون تعذيبهم، لا يريدون تدمير حياتهم، إنما يريدون أن يرحم الناس. حين يدرك الناس ذلك منا فإن ذلك من أعظم أسباب نجاح الدعوة إلى الله وإقبال الناس على الدين وإقبالهم على الالتزام الصادق به، وهو الذي نحتاجه في كل أوقاتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يهدي الناس بنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة يمر بياسر وعمار وسمية ولا يملك أن يدفع عنهم، فيقول لهم صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه. يقول له خباب بن الأرت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قد كان الرجل يؤذي الرجل من قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لم تمر سنوات إلا وقد وقع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعم الإسلام
الأرض بحمد الله تبارك وتعالى، ورفع الله عز وجل ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بصبره واحتسابه. عباد الله، نحتاج إلى أن ننشر السلام بيننا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والله إن هذا الحديث لمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست من خوارق العادات، إنما هي في الخلق والسلوك والمعاملة. تجد الأثر الظاهر لذلك، تجد الناس قد تجهموا في وجهك لما يسمعون عنك ولما يقرؤون في وسائل الإعلام التي تحاول أن تصور كل ملتحن بأنه قاتل، وكل منقبة بأنها تحمل السلاح تحت طيات نقابها ظلما وعدوانا، وبأنه هو الذي يفعل كل ما يؤدي إلى خراب البلاد والعباد. ومع ذلك فإذا سلمت وجدت أمرا مختلفا تماما، وإذا زدت في ذلك بسمة طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه، وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إنما أشاعه البعض بجهله وانحرافه أنه يكفر الناس وأنه يحكم عليهم بالنفاق، حتى ظن كثير من الناس أن هذا هو خلق كل ملتزم يظهر السمت الإسلامي. لابد أن نعالجه إخوة الإسلام بحسن المعاملة مع الخلق وبيان حقيقة ما ندعو إليه. ومجتمعنا مجتمع مسلم، نعم فيه مخالفات وفيه معاصي وذنوب، وهناك من الناس من يكره الدين، لكنهم بحمد الله قلة. من يحاربون الإسلام قلة قليلة شرذمة لا يقبلون في الناس، وإن على صوت بعضهم في وسائل الإفساد، لكن عامة المجتمع بحمد الله محب للإسلام. عامة الناس يحبون هذا الدين ويحبون الشريعة ويحبون أن يحكموا بهذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل، ولكن وجدوا صورا سلبية لا بد من إصلاحها. والتكفير ذنب، تكفير المسلم ذنب عظيم، لا بد أن نحذر منه ونحذر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البخاري. وروى البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حار عليه. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان ابن مالك، لما أصابه شيء في بصره فأصبح لا يستطيع الحضور إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتخذ مسجدا عنده صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تكلم أصحابه الذين معه في مالك بن الدخشم، وتكلموا عنه بالنفاق. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال لهم: أليس قد قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ قالوا: يا رسول الله، ألا ترى نصيحته للمنافقين؟ فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الذي نراه أمر لا نطلع فيه على القلوب. إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن صدورهم، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت عندما ترى من يحرص على كلمة التوحيد في سره وعلنه، ولو اتهمته بمخالفتها غاضه ذلك وضاق منك،
وربما قاطعك، فإن الذي يبدو لنا أنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي يدين بها أكثر مجتمعنا، وبحمد الله لم يرتكب ناقضا للتوحيد بعد إقامة الحجة عليهم، بل أكثرهم بحمد الله لا يرتكب شركا أصلا، وإن ارتكب المعاصي والذنوب تجد عامتهم يدعون الله عز وجل في الشدائد ولا يدعون غيره، وإن وجد من يدعو غير الله كمن يطلب المدد من البدوي أو الدسوق أو أبي العباس، فإنهم إذا بين لهم رجعوا عن ذلك بحمد الله، ولم يصر إلا أقل القليل. وكذلك تجد عامتهم يريدون الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن كيفية التطبيق هي التي تختلف، والأسوة الحسنة في ذلك تكاد تفقد، نسأل الله العافية. وكذلك عامة المجتمع يعتقد اعتقادا جازما، عامة المسلمين، أن دين الإسلام هو الحق دون ما سواه، ويأبون أن يدينوا بملة أخرى غير ملة الإسلام، ويرون لزوم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته ومحبة المؤمنين والمسلمين في المشارق والمغارب. فعندهم من معاني الولاء والحب والنصرة لهذا الدين والمتابعة للوحي المنزل ما يجعلنا نمنع من تكفيرهم معتقدين ذلك خللا عظيما وضررا عظيما على المجتمع. وللأسف الشديد من سارع بالتكفير سارع بعد ذلك في القتل والتخريب، وهذا أمر لا بد من تحذير المسلمين منه، فإن مجتمعنا عامة من فيه بين مسلم وكافر معاهد، لا يجوز سفك دمائهم ولا انتهاك حرماتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. وقال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بأن يعتدي على الآخرين فليترك هذا الحق ليوم القيامة، أن يعتدي على من لم يظلمه، وأن يقتل مثلا في قصاص من لم يستحق القصاص، مع أن شروط القصاص لابد فيها من قتل عمد، وأن لا يكون في فتنة فيها تأويل، وأن يكون ذلك بإجماع الورثة على القصاص، حتى لو عفى واحد فقط من الورثة سقط القصاص بإجماع أهل العلم، ولو كان بعضهم صغيرا وطفلا وجب الانتظار إلى أن يبلغ فيقرر هل يريد القصاص أو العفو أو أن يقبل الدية. إذا قبل أحد الدية سقط القصاص اتفاقا. هل ترون ما يقع من أمور فيما بين المسلمين تنطبق على هذه، فضلا أن يقتل من لا يستحق القتل؟ نعوذ بالله من ذلك. وكذلك عندما يتجرأ الناس على الدماء يوجد الجبروت، فالناس أحيانا هم الذين يصنعون الطغاة، ونعوذ بالله من الطغيان، ووالله لا نرضى بقتل مسلم، وإثم قتل المسلمين يقع على من أمر به وباشره وتسبب فيه ورضي به وأقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. فالناس الذين يوزعون التهم بأن هذا هو الذي عليه الدماء وذاك عليه نصيب منها، نقول هذا أمر يفصل الله فيه يوم القيامة. الذي يتحمل الدماء
ويتحملوا إثم سفكها، ليس بآراء الجهال ولا بتصريحات في الإعلام ولا بتبرئة للنفس أحيانا تكون كاذبة. ربما قال القاتل لم أقتل، ربما نفعه ذلك في الدنيا، وربما استطاع أن ينجو من عقوبة أمام محاكمها، ولكن يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وشيء إذا لم تشهده فدعه إلى عالمه، دعه إلى من يعلم السر وأخفى، يفصل في هذه الحقوق كلها، وهو عز وجل لا يضيع حق مظلوم ويرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالله عز وجل لا يترك الظالم، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ترون من يحاول أن يبرئ نفسه بالكذب ينجو عند الله؟ لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كن أنت بعيدا عن أن تباشر سفكا للدماء أو أن تتسبب فيه بجهل وحفز للناس على ما يؤدي إلى سفك دمائهم دون إعلاء لدين الله ولا عز للمسلمين ولا إقامة لشرع الله. وكذلك إياك أن ترضى بقتل مسلم أيا ما كان، لا يستحق القتل إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، والنفس بالنفس. والنفس بالنفس لا بد فيها من بينات وشهود يدلون على أن فلانا هو الذي قتل فلانا، وكما ذكرنا يكون الأمر بلا بغير فتنة فيها تأويل. فقد اجتمعت كلمة الصحابة بعد الفتنة بعد انتهائها أن كل دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. ما أحسن فقههم وما أعظم علمهم حين حسموا الفتنة بهذه المصالحة العجيبة التي أغلقوا بها صفحة من الماضي. وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليست الدنيا بآخر المطاف، وليست بدار الجزاء والحساب، وإنما الحساب غدا بين يدي الله. فالقوا الله وأيديكم بريئة من دماء المسلمين، والقوا الله وقلوبكم بريئة من الرضا بسفك دماء المسلمين وأذيتهم في أموالهم وفي أعراضهم، والقوا الله ولا تسيئوا الظن بأحد من المسلمين بلا بينات. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وما أكثر الشائعات والتحليلات والاستنتاجات التي تدخل إلى الناس على أنها حقائق، ووسائل الإعلام تنشر الأكاذيب، وكذلك صفحات الشبكة العنكبوتية، صفحات الفيسبوك تنشر فيها من الأكاذيب والظنون ما لا يمكن أن يقبله عاقل. كأننا نعيش في بحر من الكذب. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واحذروا على أنفسكم، فمن نجا من هذه الفتنة من أذية المسلمين فإنه ينجو عند الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أراد فتنة بعباده أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر على الكافرين والمنافقين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم اعصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. اللهم انصر المسلمين في بورما وكشمير. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في القوقاز. اللهم أعز كلمة الحق والدين في كل مكان يا رب العالمين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول السلام.